بتمنى تيجي السبلاي بتاعك تيلر سبلاي يعني الارتراط اللي في الانتيلر بتكون جايه منين؟ انا اروح ارسم كده باصص لقدام هذا الاسترنال هذا السكيورتي بروسيس وادي مين حاجه كده من الحلقه وادي الطريقه من الحلقه ايه؟ كل كومن ايجا يعني ايه بقى؟ اسم الاثنين كل ايجا
هون ايدك ماشي كده وهون ايدك ماشي كده. روح مقسوم الى واحد كده واحد كده. واحد اكسترنال واحد انترنال. انترنال واكسترنال بالنسبه للبلفس. واحد يخش البلفس يدي البلفس، واحد يخش يطلع بره البلفس. اكسترنال ايه ده؟ اساسا ينزل على اللور بلفس. كمل فيمر. كمل ايه؟ فيمر. فانا عندي ارك اسمه اكسترنال ايه؟ وريني الكلام ده لازم الكلام ده تشوفه. الكلام ده انا بحكولك كده لازم تشوفه عنه. السيرنال ايه؟ بيكمل على اللور بيكمل فيمر. بيكمل ايه؟ فيمر ارك. الرسمه دي كده. السنه اللي جايه ماشي هنا ينزل على اللور ده يبقى ايه؟ فيمور. معايا كده يا جماعه؟ ده هيقول لي المجموعه الثانيه يبقى اول كيمست ست للانترنال ايه؟ واحد. سكند ست المجموعه الثانيه من السنه دي هتدي برانشين هنعرفه دلوقتي. هيقول لي الثيرد ست المجموعه الثالثه برانشات من الثراسي الاورطي. ثراسي الاورطي عارفين السن الثراسي اللي بكلم لكم معايا. سن الثراسي الاورطي كان بيطلع بوستيرو انتركوستال ارتري من رقم 3 ل 11. معايا؟ قال لي البوستيرو انتركوستال ارتري رقم 10. رقم 10 ده رقم كام؟ ده رقم 10 تحت. رقم 10 ايه؟ قال لي رقم 10. رقم 10 رقم 11 والسبكوستال يجوا منه. هيبقى سن الثراسي رقم 10 رقم 10 يا جماعه رقم 11 رقم 12 والسبكوستال. قالوا دول ايه؟ المفروض البوستيرو والكوستال ارتري لو انا مذاكر سوركس او انا مذاكر سوركس صحيح يعني بيقابلوا الانتيرو يعني في انتيرو انتركوستال بيقابلوا الانتيرو انتركوستال بيعملوا انستروزس ما عدا رقم 10 و11 و12. ليه؟ اللي ما لهمش انتيرو بيبقوا نازلين على الابدون. نازلين على ايه؟ على الابدون 10 و11 وايه؟ و12. تمام؟ ينزلوا هنا. ها ده السيرد سيت المجموعه الثالثه. السيرد سيت من الارضي. الفورس سيت من الارضي قال لي برانشات جايه من الفيمور بتاع اللي هو بيه. تروح للابدون الثاني. قال لي ايه بقى؟ كتاب الكليه تعالى نفتح الارتيريا سبلاي بتاعت الانتيريا ابدومينال هول. قال لي الارتيريا سبلاي بتاعت الانتيريا ابدومينال هول من 4 6 من الارض. اربع مجموعات من الارض. ايه الاربع مجموعات؟ انترنال ثراسي وحيد البرانشين هنتكلم عليهم دلوقتي. الاكسترنال ايريا معايا وحيد البرانشين. برانشات دي في السن الثراسي الاورطه. برانشات هنا 10 و11 و12 بصين انتر كوستال و معايا 10 11 و12 طبعا اللي هو سيكوستال فيمورال برانشات الفيمورال بتاعت الوالد. يبقى مين هيدي ارتيريا صبلاي انتيريا ابدومينال الهول؟ هنيجي نذاكر احنا قاعدين نذاكر مع بعض دلوقتي اهو اربع مجموعات من الارض. فور ست ترنا ثراسي برانش من السنة الالية. السنة الالية ده ايه؟ اللي جاي معايا دلوقتي السنة الالية اللي هو ايه؟ انا عندي يا جماعه ابدومينال اورتو. اللي فاكر الرسمه دي بيتقسم الى اثنين كومن مليون وكل كومن مليون بيتقسم كومن ودي كومن بيتقسم الى اكسترنال وانترنال. السنه دي وانترنال دي السنه دي بيكمل على اللور ليمب اهو فيمور. اما الانترنال ايه ماليش دعوه بيخش على البلفس. بيخش على ايه؟ على البلفس. انترنال ايه؟ معايا كده؟ ده السنه دي ودي فيمور. هو الاكسترنال ايه نفسه بيكمل فيمور. قاعد تحت الوايد ليجامنت ده يبقى فيمور. معايا كده؟ ايه كمان؟ ها فيمورال نفسه رابع مجموعه. هيجي يقول لي ايه بقى؟ هيجي يقول لي الانترنال ثراسيك هنا بيديك برانشين. طبعا احنا عارفين برانشين هنا ودول هيعملوا ايه؟ قال لي انت حاجه هو الاول انا بقول لك البرانشين في حاجه لهم اسمها ريكتر شيس. وفي مصر هنا اسمها ريكتس ابدومينس. ايوه المصر دي دي مصر. المصر دي اسمها ريكتس ابدومينس. ريكتس ابدومينس دي جايه من ايه؟ جايه من الجوب الكريسب. جايه من الجوب الكريسب. الانتيرو جوب الليجامنت. ورايح للبوستر كارتل 5 و6 و7 و4 و6. دي ريكتس كده.
معايا كده؟ وده الشيز. يعني في حاجه نص اسمها ريكتور شيز. حددت اجيب ده ريكتور شيز. ده ريكتور شيز. بتاعت الانتيريور ابدومينال وول
كبار الريكتس والاوبليك. طب بيعمل ايه كمان؟ بيدي بيرفوريتنج كوتلمس. بيرفوريتنج كوتلمس بتدي مين؟ بتدي السوبرا امبريكال سكيل بتاع الانتيراتور. وبالفوليد بتاع الانتيرا سوراس خليفه كده بتدي السكيل، بس هي في السكه وهي ماشيه في الفينيل اثنين وثلاثه واربعه بيكبروا بيدي البريست، انما هم سته بالفوليدي واتخلقوا عشان دي ايه؟ السكيل اساس. تمام؟ فدي ده السوبيرو ايه؟ الانجاز. تمام؟ الارت التاني اخوه بقى ده السوبيرو، الارت التاني اخوه اسمه ايه؟ ماسكول فريند. ماسكول فريند ده ماشي داون وورد اند لاتر. طيب احنا قلنا السوبيرو بجسم دخل الابدومن ما بين الاسترنال والكوستال بورشن اوف ذا دايفرام. ازاي الماسكولو فرينك دخل الابدومن؟ الماسكولو فرينك قال لي اخترق الدايفرام. اخترق الكوستال بورش فين؟ اخترق الدايفرام فين؟ اخترق الدايفرام فين؟ قال لي نو عندي فين؟ عند رقم 9 كوستال كارتيج. الماسكولو فرينك اخترق الدايفرام عند مين؟ عند 9 كوستال كارتيج. ادي الماسكولو فرينك قال لي كده اخترق الدايفرام عند ايه؟ 9 ومشي داون وورد عند مشي في الانتيرا ابدومينال لوب. معايا مشي فين؟ في الانتيرا ابدومينال لوب او ما بين، على فكره مشي فين؟ في النيرو فاسكولار بلين لو عايز اقول ما بين ايه وايه؟ ما بين الانترنال والنيرو فاسكولار بلين. دي مش اوضح. مشي ما بين الانترنال والترانسفيرسس. معايا مشي في النيرو فاسكولار بلين. طب الارض ده بيعمل حاجه بيدي الابدومينال مصر ويدي الدايفرام كمان، بس بيعمل حاجه في السوركس بقى. حد فاكرها مصر فين بيعمل حاجه في السوركس؟ ايه حاجه بيعملها في السوركس؟ بيديها يا جماعه من ايه؟ من الانتيرو ترموس في الاسبيس ده، واثنين هنا واثنين هنا وكمان اثنين هنا في الاسبيس رقم سبعه وثمانيه وتسعه. يبقى الارض اسمه ماسكولو، اسمه كده ماسكولو مصر، وبيدي الدايفرام فريم. اخترق الدايفرام هنا اهو بيدي الدايفرام. ايوه وماشي في الانتيرا ابدومينال هول. ماشي فين في الانتيرا ابدومينال هول؟ ها ماشي في النيورو باسكولار بلين. الارت اللي ماشي في الجنب، اي واحد ماشي في الجنب هنا ماشي في النيورو باسكولار ايه؟ بلين. ما بين مين ومين؟ ما بين الانترنال والترانس فيرسس. طب بتدي ايه ارتري؟ انا بدي المصر بتاع الانتيرا ابدومينال هول ومعاه الدايفرام مظبوط فريق الطريق الدايفرام. طب بيدي حاجه كمان في كتاب السوركس، هما انتيرو تربوس الارتريز بيس رقم كام؟ 7 وثمانية وتسعة. هما كانوا اتنين ارتري في كل ايه؟ سبيس. تمام؟ ادي اتنين ارتري. طلنا السوراكس دخل الابدومين ازاي؟ مشي في انهي حته؟ الترشيز. علاقته ايه بالريكتس ابدومينس؟ وراه برانشاته ايه؟ بيدي المصل ويدي بيرفوريتنج عشان توصل للسكين. بيرفوريت اسمها بيرفوريتنج كوتينوس. حتى بتاعت الانترنال سوراكس اسمها بيرفوريتنج كوتينوس. تمام؟ عشان يبدا له سكين سوبر امبريكس. طيب ايه كمان؟ الماسكولوفرينيك ماشي لاترا. اخترق الدايفرام فين؟ عند 9. مشي ده من الكوستال اورجن اوف الدايفرام اهو. ترك الدايفرام عند كام؟ عند 9 كوستال كارتي. الاسم بينزل في الابدومين. بيدي ارتيريا سبلاي لمين؟ المصر بتاعت الانتيريا ابدومين الاول. وبيدي ايه كمان؟ الدايفرام. تمام؟ بس يديني حاجه مهمه، ايه هي؟ انتيريو تربوستال ارتيريا سبلاي رقم كام؟ 7 و8 و9. ادي الاثنين ارتيريا. معايا؟ اثنين ارتيريا دول اللي هم سوبيرو بجاستيك ومصر فين جايين منين؟ من الانترنال سوراس. دي اول ست قول لي كده عشان اول ست من اول مجموعه من الارتيريا سبلاي بتاع الانترنال سوراس. تمام. قال لي بقى ثاني ست ثاني مجموعه قال لي فيها اثنين ارتيريا جايين من الاكسترنال ايريا. في اثنين ارتيريا جايين من الاكسترنال ايريا اسمهم ايه بقى؟ ده الاكسترنال ايريا اهو الارت ده. قال لي في اثنين ارت يا جماعه جايين من بعض. اسمهم ايه الاثنين ارت؟ قال لي واحد ماشي اهو، واحد ماشي كده اهو اهو، وهيطلع فوق كده اهو، وهيعمل انستوز مع ده. اكيد ده اسمه ايه؟ اكيد ده اسمه انفيرو ديجاستيك. واحد ده انفيرو، ده اكيد سوداء سوبيري، ده انفيرو اكيد يعني انفيرو ديجاستيك. واحد ماشي معايا ابورد ولاترال، ماشي كده ماشي كده ماشي كده، بيمشي مع الاريا تريست، يلف معايا يلف على الاريا تريست من ناحيه الانر سايد، ماشي ديب. فيسموه ايه الارت ده؟ ديب. ماشي ديب على الاريا تريست من ناحيه جوه من ناحيه الانر ريم. ديب بيلف سيركمفليكس اريا ارت، اسميه ايه؟ ارت ده اهو ديب. ديب سيركمفليكس اريا ارت. ديب سيركمفليكس ليه سموه ديب؟
انه ماشي على ايليان كريست ناحيه انر. طب سيركمفريكس انه بيلف على ايليان كريست. طب ايليان انه ماشي على ايليان كريست ماشي ايليان ارك. سموه كده ديب سيركمفليكس اللي زي ما كنا سمينا ارك مثلا في الابر ريم او اللي فاكر انتيريو سيركمفليكس هيومرا وبوستيريو سيركمفليكس ايه؟ هيومرا. هنا ديب سيركمفليكس ايه؟ طيب الابتوين دول بقى معايا كان فيهم جاستيك ودي دول بيبنك سنه تاني. قال لي دول بقى ومين بيبنك فيهم جاستيك ده اهم ارك في الانتيريو هيومرا اهم واحد اهم ارك ده لا يعني مفيش حاجه مش هيسالك فيه الانتيريو جاستيك. فيهم بلاستيك ده لازم تعرف بقى ايه؟ حاجه كده عن الريكتر الشخصي. لو انا رسمت عضله كده اسمها ريكتس انتونس، خليك معايا كده هرسم رسمه بالجانب كده. ريكتس، انا باصص كده سايد دي. المصر دي اسمها ريكتس. ريكتس ها ابدومينز. انت باصص لها زي كده بالجانب. طب الريكتس دي كانت جايه منين؟ اقول له ده كانت جايه من عند البيوبس، البيوبس عند البول الكوليسترول اللي تحت. ورايح تعمل انسرشن فين؟ ها؟ في 5 و6 و7 و16 ايه؟ دي الريكتس ايه؟ ها؟ عندك احنا بنستار كده من ايه؟ الجنب. رايح تعمل انسر دروب كده انتيريو كده ناحيه انتيريو اهي وكده ناحيه ها؟ وستيريو. طيب ادي حاجه قال لي خد بالك الريكتس دي عليها ايه؟ قال لي عليها ريكتس شيز. طب الريكتس شيز ده عباره ايه؟ عن ابونروسس. قال لي ايه؟ قدامها ابونروسس. قدامها ايه؟ ابونروسس. نعم. طب وراها ابونروسس؟ قال لي وراها ابونروسس. الابونروسس اللي وراها لا اهو. لغايه ايه؟ لغايه حته ما بيكملش لغايه الاخر. ده قدامها ابونروسس ده ريكتشيز ده ريكتشيز ده انتيرول وده بوستيرول. ايه الابون هنعرفه دلوقتي في ريكتشيز؟ نعرفه كمان شويه من زي الريكتشيز. ده الابونروسس اللي وراها. الابونروسس اللي وراها هل بيغطيها كلها؟ قال لي لا. يعني الكلام ده في ريكتشيز هنعرفه في ريكتشيز ما بيغطيهاش كلها. ده لغايه ايه؟ نقطه كده ويخلص. بيخلص فين اللي وراها ده؟ قال لي بيخلص عند فين؟ قال لي عند ميد واي بوينت منتصف المسافه ما بين امبريكاس وسيمنز بيوس. ما بين يعني هنا في امبريكاس، امبريكاس المفروض تبقى بره هنا اهي امبريكاس اهي و سيمنز بيوس. يعني المسافه دي نص ساعه. البوستيرول بيخلص. يعني البوستيرول بتاع الترشيس تمام. فالبوستيرول بتاع ريكتر شيز ده بيخلص بايه؟ قال لي نهايته كده حاجه اسمها اركوت لاين. اركوت لاين ايه ده؟ اركوت لاين الكلمه دي مش غريبه عليا. في حاجه اسمها اركوت ليجامنت. كلمه اركوت يعني تقويس. يعني بيخلص بتقويسه كده. اركوت ايه؟ لاين. هنا المفروض ارسمه نقطه. يعني انا كنت هنا سايد فيو المفروض ارسم الاركوت لاين ده نقطه. انا لما اجي ارسمه هنا ارسمه اركوت لاين اهو. هو هنا ده البوستيرول بتاع ريكتر شيز. طيب قال لي ده انت رسم لي كده دلوقتي دي المصر بتاع المصر اللي هي ريكتس انتيرو وول بوستيرول. طب لو حد سالني وراها هنا ايه؟ يعني ورا البوستيرول اروح راسم ايه هنا؟ ممكن نرسم ايه؟ ده الانتيرو بتاع ريكتر شيز ماشي؟ وده هو سوبرفيشال فاشيا يعني المفروض هنا في سكن. يعني عايز ارسم من بره بس سكن اهو معايا اهي ده سكن وفي الامبريكاس دي سوبرفيشال فاشيا. فوق الامبريكاس فات وتحت الامبريكاس فات ومبريكاس معايا كده بس سايد فيو تمام. ده قدام. طب ورا لو جيت رسمت ورا ارسم ايه؟ ارسم ايه؟ اخد خط كده وتقول لي الخط ده ايه؟ فكر طب فين المصر كلها عملت؟ فين الاكسترنال والانترنال؟ ما هم عاملين الريكتر شيز خلاص. يعني الاكسترنال والانترنال والترانسفيرسال دول اتبلوروا بقى حاجه اسمها ريكتر ايه؟ شيز. احنا هنا في الميد لاين ورا الكلام ده قال لي اهو اروح راسم هنا ايد الفاشيا ترانس فيرسيس معايا كده؟
كده خليته مع الفاشيا ايه؟ ترانسفيرسالس، تمام؟ طيب بعد الفاشيا ترانسفيرسالس ارسم ايه؟ ارسم ايه؟ اقول ارسم ان هو حاجه اسمها اكسترا بروتينيا كونكتيف تيشو. اكسترا بروتينيا كونكتيف تيشو. وبعد كده اخد خط كده واقول ده ايه؟ ده البروتين. معايا كده في الكلام ده؟ قلت ايه؟ هنا ايه؟ سكيف. سوبرفيشال فاش. معايا؟ احنا عندنا جنب المدلاي. مش في المدلاي جنب المدلاي. ها؟ هنا؟ انتيرو بتاع التشخيص. ريكتس اندومينس. بوستيرول بتاع الترشيس مش كامل، هنعرف الكلام ده في الريك ترشيس، البوستيرول مش كامل. ها؟ معايا في نص راس فين اللي انا فوق؟ مفيش بوستيرول وتحت مفيش بوستيرول، مفيش ابدولوس السفلي. تمام؟ اهو بيخلص البوستيرول عند النقطة دي، النقطة دي اسمها ايه؟ ارجوت لايت. ورا الكلام ده في عندي حاجة اسمها ايه؟ فاشيا ترانسفيرسالس. ها؟ بعد كده اكسترا بروتينيا كونكتيف تيشو، بعد كده بروتينيا. معايا في الكلام ده؟ قال طيب. الارض بتاعك بقى، كلمني على الارض بتاعك، مين الارض بتاعك؟ اقول له الارض بتاعي اللي انا هكلمك عليه انفيروليجاس، ده اهم واحد، اهم ارض في الاكتراب، ده مهم جدا. الارض ده بيطلع منين؟ قال لي بيطلع من السنه اللي هي فوق الانجوينا الليجا. فوق الايه؟ الانجوينا الليجا. هي بيطلع منين؟ من الاسترنا الليجا، ركزوا معايا شويه، فوق الانجوينا. رسمة. قال لي بيمشي، بيمشي ابورد وميديال. بيمشي فين؟ قال لي بيمشي في الفاشيا ترانسفيرسالس. يعني بيمشي هنا اهو، بص كده بيمشي في الفاشيا ترانسفيرسالس اهو، فماشي كده. ابورد وميديال. مش في الفاشيا اسف، في الاكسترا بروتينيال كونكتيف تيشو. في الاكسترا بروتينيال كونكتيف ايه؟ تيشو. اسمه ايه؟ نعم، انفيرو بيجاستي. انفيرو ايه؟ معايا اللي انا راسمه اهو، انفيريو بيجاز. قال لي ايه في الكتاب؟ بيمشي ها ابورد وميديا معايا، بيمشي فوق وميديا او ميديا الاول بعد كده هيطلع فوق. ها فين؟ في الاكسترا بروتينيال كونكتيف تيشو اهو هنا، تمام. قال لي ماشي في الحته دي. قال لي هو ماشي ده حاجه مهمه قوي قوي بقى. قال لي ليه علاقه مع فتحه موجوده في الفاشيا ترانسفيرسالس. ده في فتحه موجوده في الفاشيا ترانسفيرسالس. قال لي الفتحه دي في الفاشيا ترانسفيرسالس بتبقى هنا كده. قال لي الفتحه دي اسمها ايه؟ اسمها ديب انجوينال رينج. قال لي الارتري ده بالنسبه للديب انجوينال رينج هو ماشي بيبقى انفيروميديال. الديب انجوينال رينج موجوده فين؟ في الفاشيا ترانسفيرسالس. معايا؟ وهو ماشي فين دلوقتي الارتري ده؟ في الاكسترا بروتينيال كونكتيف تيشو. وهو ماشي في الاكسترا بروتينيال كونكتيف تيشو، علاقته ايه مع الديب انجوينال رينج اللي موجوده في الفاشيا ترانسفيرسالس؟ قال لي انفيرو تحتها ورايح لفين؟ انفيرو مين؟ خلي بالك ده الميد لاين اولاني. قال لي انفيرو ايه؟ ميديا. قال لي الارك ده عايز يعمل ايه بقى؟ خلي بالك. قال لي الارك ده عايز يخش ها في الريكتس ها معايا تشيس. ورا الريكتس ايه؟ عايز يخش عشان يقابل في ارتي، المفروض هنا عند السبيس رقم 6 في ارتي خلص وكده ارتي هنا. الارتي ده جاي من فوق كده، خرج هنا ونزل كده اهو وقفل على الريكتس. مين الارتي اللي انا راسمه من فوق ده؟ فكروا فيه، راسمه كده اللي جاي من هنا انتر ده ثلاثي بعد السبيس رقم 6، خلي بالك. ها السبيس رقم كام؟ 6، تمام. ها طلع سوبيرو بيجاستريك، ها خرج الاوسيرو بتاع الريكتس شيس، مشي ورا الريكتس ابدومينس، دي ورا كده خلي بالكم كده ورا. مش وراها ها او لغايه الامبريس. الارتر بتاعنا ها عايز يقابل ده الانفيرو، عايز يقابل السوبيرو بيجاستريك. يعمل ايه؟ قال لي هيعمل الاتش بقى، ها عايز اخش جوه هنا. قال لي اول حاجه هيعملها بيرس الفاشيا ترانسفيرسالس. بيرس مين؟ فاشيا ترانسفيرسالس. ويروح عامل ايه؟ ها قول لي بقى، يخش الريك ترشيس يعمل ايه؟ مش هيخترق ولا حاجه، هيعدي اهو، هيعدي قدام النقطه دي. النقطه دي اسمها ايه؟ يعدي قدام الاربو كلاير ويمشي ابورد ورا الريكتس عشان يقابل مين؟ ها؟ يقابل اخوه مين؟ السوبيريور الياس. ماشي بقى فين؟ اهم حاجه في الكورس بتاعه ماشي فين؟ في الاول ماشي في الاكسترا بروتينيال كونكتيف تيشو. اكسترا بروتينيال ايه؟ علاقته ايه مع الديب انجوينال رينج هو ماشي؟ ديب انجوينال رينج في الفاشيا ترانسفيرسالس. ايه؟
مش عايز مش عارف ارسم علاقه سايكلي ده مش هينفع مش هينفع نفسنا هنا نفسنا هنا اهو دي فاش المفروض دي فتحه في الفاشه ترانسفيرسال هو ماشي بالنسبه ايه انفيروميديان طيب بعد كده بعد ما مشي انفيروميديان عمل ايه اختار بيرس فاشه ترانسفيرسال وعدى من قدام الاركوت لاين ايه الاركوت لاين ده خط كده اوبليك لاين اهو عدى من قدامه قدامه كده انتيرو ليه ودخل الريكتس مش ورا الريكتس ابو دخل الريكتس شيس مش ورا الريكتس ها ابدومينس عشان يقابل اخوه مين ها اخوه مين السوبيريور ايبيجاستري ارك ده حلو قوي استاذ محمد الارك ده مهم جدا لازم افهم الكورس بتاعك الارك ده طالع منين من الاكسترنال اريا فين جاست اباف الانجوينال ليجامنت سمع مع بعض جاست اباف الايه الانجوينال ليجامنت اهو طيب بيمشي ازاي؟ ها؟ بيمشي في الاكسترا بروتريال كونكتيف تيشو وهو ماشي في الاكسترا بروتريال كونكتيف تيشو علاقته ايه مع الديب انجوينري اللي في الفاشيا ترانسفيرسالس انتيروميديا طب بعد كده عايز يخش الريكتوشيس يعمل ايه؟ ولا بذاكر الكورس ها؟ بيخترق الفاشيا ترانسفيرسالس ويعدي قدام ها؟ الاركوت لاين عشان يخش ورا الريكتوس عشان يقابل السوبيرور ايه؟ ايبيتس لو انا فهمت هتلاقي الموضوع سهل وتلاقي الكورسات سهله جدا بس انا اللي هو الخط ده هو ده هقول لك ده ازاي دلوقتي في الريبتوشيس هقول لك الريبتوشيس عملوا الحكايه دي جت ازاي ماشي ادي ايه؟ ادي الارض بتاعنا الارض بتاعنا ده كده طب الارض ده هيعمل ايه؟ هيدي زي اخو السوبير اوبيجاستيك ارتي برانشين الاول مين هم؟ ماسكولار ها ماسكولار ريكتوس بالذات ها وبرفوريتنج بالفرده دي بالفوريتنج يعني ده ماسكولار وده بالفوريتنج ده برضه هيدي ماسكولار ويدي بالفوريتنج بالفوريتنج ليه بقى؟ بالفوريتنج لايه؟ ها للسكين قالوا سكين بقى؟ بيقولوا امبريس ها انفرا امبريتال سكين بقى بالفوريتنج يعني ده هيدي ده ماسكولار بالفوريتنج ده ده ماسكولار وايه؟ وبالفوريتنج نفس الحكايه بس الانفيرو اللي جاسك ادى اثنين ارتر زياده فيهم بقى الاثنين الزياده عرفت ارسمهم ليهم رسمه كده لوحدهم. ده الانتيرو سوبريكس واين ده الانجوينا ليجامنت ده الديوبك تيوبرتل اهو. ادي هنا السيمبس بيوبس. ده كده. ادي هنا في فورم في الحته دي كده وادي الريكتس. ادي الريكتس ابدوس. عندي هنا الاكسترنال اريا اهو اداني الارك بتاعنا ده انفيرو اللي هو ماشي ورا الريكتس تمام وفي فتحه الفتحه دي اسمها ديب انجوينا فيرو بيجاستريك بيدي زي ما قلنا من شويه بيدي ايه؟ بيدي ماسكولا بالفريد زي السوبي طب هيدي حاجه كمان قال لي اه هيدي حاجه كمان ايه هي بقى؟ قال لي هيديني برانش يعدي في الفتحه دي كده نازل للاكسترنال جينيتال في الميل وفي الفيميل الارض ده اسميه ايه؟ كلمه جينيتال عندنا ساعات سموها كريماسر الارض ده هسميه ايه؟ هسميه كريماستريك ارض وماشي فين الكريماستريك ارض بيعدي في الديب رينج وماشي في الفيروميديال يعدي فين؟ ها في الديب رينج الارك ده اسمه ايه؟ كريماس رايح فين؟ ماشي مع مين؟ قال لي ماشي مع اللي بيعدي في الديب رينج انت عارف مين بيعدي في الديب رينج؟ سبرماتيك كور او لو في ليجامنت او زي ماشي رايح الاكسترنال جينيتال ارك اسمه ايه؟ ها كريماس تمام؟ طيب ايه كمان بيدي؟ قال لي في كمان برانش طالع من الانفيرو فيرو بيجاستيك هو الارك بتاعنا اهو فيرو بيجاستيك الارك بتاعنا اهو قال لي بيديني برانش كمان ماشي في الحته دي كده اهو رايح ناحيه الفيوز ورا البودي اوف ذا بيوز الحته دي اسمها بودي اوف ذا بيوز البرانش ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه بيوبيك برانش اسمه ايه؟ بيوبيك يعني بيدي كريماستريك وبيدي بيوبيك ده كريماستريك ارتري ها وادي بيوبيك برانش البيوبيك برانش ده بيعمل ايه؟ قال لي خد بالك البيوبيك برانش ده في ارتري ماشي في الفورمين ده الفورمين ده مقفول من البريه بس في ارض بيحترق في ارتري هنا اسمه اوبتوريتور اوبتوريتور ارتري على اسم الفتحه عارفين في فتحه كده اسمها اوبتوريتور فورمين كده اوبتوريتور فورمين ده اوبتوريتور فورمين
في ارتري هنا ماشي هنا داخل جاي من البلفز نازل هنا اسمه ايه؟ اوبتريتور ارتري. قال الاوبتريتور ارتري ده بيدي برانش منه برضه اسمه بيوبيك. في الاوبتريتور ارتري ده بيدي برانش منه اسمه بيوبيك. رايح يعمل انستوموزيس مع مين؟ مع البيوبيك برانش بتاع الانفيرور جاس. يعني البيوبيك برانش بتاع الانفيرور جاس بيعمل انستوموزيس مع البيوبيك برانش بتاع الاوبتريتور. الاوبتريتور ده معدي فين؟ في حاجه اسمها الاوبتريتور فراغ. قال لي بس في حاجه هنا بقى حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ قال لي لازم ياخدوا منها بقى ياخدوا بالهم منها الدكاتره الجراحين. قال لي ايه؟ في 30% من البشر 30% من البشر 30% من البشر قال لي الاوبتريتور ارتري ده ابسنت. مفيش حاجه اسمها الاوبتريتور ارتري. الاوبتريتور ارتري ده مش موجود ده مش موجود. طيب الابتريتور ده لازم يدي الصدايه الحته اللي تحت دي ولازم يدي ما هو الارتر ربنا خلق عشان يدي الصدايه يبقى كام؟ قال لي في الحاله دي بيحل محله اللوبل برانش ده ويكبر انلارجمنت. في الحاله دي اللوبل برانش ده يبقى كبير اب كبير ماشي هنا كده اهو اهو ونازل. بسميه ايه في الحاله دي؟ بسميه الارت ده في 30% قال لي هسميه ابنورمال اوبتريتور ارتو. نازل الدكتور الجراح هو ايه وهو بيشتغل في الحته دي ياخد باله ان انا لو انا شغال فوق هنا كل جوينا نجمي في ارت ممكن يبقى ممكن في 30% اسمه ايه؟ اسمه ابنورمال اوبتريتور. ها الشخص ده ما عندوش اوبتريتور ارتي ده عنده الجلوبال برانش بتاع الانفيروجاستريك انلارجمنت وبسميه ايه؟ ابنورمال اوبتريتور. ها مهمه الحته دي 30% من البشر معايا الاوبتريتور ارتي ها ابسنت والبيوبيك برانش بتاع الانفيرو جاستريك لاش بسميه ايه؟ ابنورمال اوبتريتور. ها قول لي بقى برانشات الانفيرو جاستريك كام واحد؟ اربعه. ايه الاربعه؟ مسكولار وبرفوريتنج كوتينوس زي السوبيل السوبيل بيدي دول بس. قال لي لا بيدي كمان اثنين هم ايه؟ كليماستريك وبيوبيك كليماستريك. ها كليماستريك معدي فين؟ معدي حته اسمها دي الواي رينج. ها دي الواي رينج يعدي فيها رايح فين؟ رايح اكسلرشن ميتال مع مين؟ مع السبرماتيك كور او راوند ليجامنت اوكسيلو كور في مين؟ تمام اهو معدي كليماس. وايه كمان؟ بيوبيك. بيوبيك برانش ده بيعمل ايه؟ انستوموزس مع البيوبيك برانش بتاع ارض اسمه ايه؟ اوكتريت ورا البودي عند حته اسمها البودي. ما في حاجه اسمها البودي اوف ذا بيوبس ورا البودي اوف ذا بيوبس. اوف ذا بيوبس الحته دي اهي ورا البودي اوف ذا ايه؟ بيوبس ده ورا من جوه من هنا. قال لي ساعات ها ساعات الاوبتريتور ارتري يبقى ابسنت ها واللوبل برانش بتاع الانفيروجاس ارتري يبقى ايه؟ اللارج. بسميه في الحاله دي ابنورمال اوبتريتور ارتري. بسميه ايه؟ ابنورمال اوبتريتور ارتري. تمام؟ قال لي بقى في حاجه في الكورس بتاعه الارتري ده هو ماشي بيزق شويه البروتينين. هو علاقته ايه بالبروتينين؟ قال لي هو ماشي قدام الارتري ده الانفيروجاس دي. قال لي هو ماشي هنا هو ماشي اهو بيزق شويه يعني البروتينين ده مسوق شويه ناحيه الابن داخل جوه شويه الحته اللي فيها الارض. لازم شويه عامل كده. قال لي عامل ايه؟ عامل بروز كده من جوه الابد. بيسموا البروز ده ايه؟ اسمه لاترال امبريكال فولد. بيسموا البروز ده ايه؟ ها؟ من جوه كده اسمه ايه؟ اسمه لاترال ها؟ امبريكال فولد. فولد يعني ايه؟ بروز او تانيه. الارض ده هو علاقته ايه بالبروتينيه؟ ما هو قدام هو ماشي كده في الاكسترا روتيات ويكتش وبيعمل ايه؟ ها؟ بيعمل حاجه اسمها ايه؟ لاترال امبليكال فولد. لاترال ها؟ امبليكال فولد. لاترال من ناحيه لاترال بيبقى ماشي في الجنب. لاترال ها؟ امبليكال ناحيه الامبليكاس فولد. لاترال امبليكال فولد. تمام ادي طرف الارض ده مهم جدا. يبقى الارض ده نقوله تاني كده ها؟ نقوله تاني فيرو بيجاسو ها؟ طالع منين؟ طالع من السنه الى فين؟ فولي جوانا ليه؟ فولينج وين ليه؟ تمام؟ اهو طيب ماشي فين بقى؟ ماشي انفيرو مين كده؟ فوق مين كده؟ ماشي في اي حته؟ الاكسترا كونتينيال كونتينيال تيشو. طب علاقته ايه مع دي بينج وايد رينج؟ ها؟ قال لي بالنسبه هو بالنسبه دي بينج وايد رينج انفيرو مين؟ دي بينج وايد رينج فين؟ في الفاشيا ترانسفيرسال ما هو ماشي في الاكسترا ما عندهاش وراه. علاقته مع دي بينج وايد رينج؟ ها؟ انفيرو مين كده؟ طب بعد كده عايز ايه افكر؟ عايز اخش ريكتر شيس لازم يكون المنظر ده في دماغي رسمه دي. ازاي هيخش ريكتر شيس؟ ازاي هيخش ريكتر شيس عند الارت ده؟ قال لي هيخش ريكتر شيس ها؟ ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟
يعدي. ها يخترق الفاشيا ايه؟ ترانس فيرسالس. ها يخترق الفاشيا ها ترانس فيرسالس معانا ايه؟ ويعدي قدام الارض لاين ويخش هنا ورا الريكتس ابدوم. يعمل انستروز مع مين؟ مع السوبيريور في الجاستريك. مفيش اقول له انت دي الفاش دي الريكتس شيز. انت دي كده دي الريكتس شيز. معايا ودي الريكتس اللي جوه ها هو دخل قدام الارض لاين دخل جوه الريكتس شيز. عمل انستروز مع مين؟ مع السوبيريور ايه؟ ايبيجاستريك ارت. عمل انستروزس مع السوبيريور ايبيجاستريك. قال لي ده من فيرو ايبيجاستريك عمل انستروز مع عندنا فوق. مين اللي فوق؟ ها السوبيريور ها ايبيجاستريك ارت. تمام؟ طيب قال لي ايه القصه بتاعت الارت ماشي ازاي؟ قال لي وهو ماشي بقى هو ماشي اخر حاجه في الكورس بتاعنا ايه؟ هو ماشي كده في الاكسترا بروتينيه زق شويه بروتينيه. ممكن اقول كده بخش البروتينيه شويه. زق البروتينيه عمل حاجه اسمها ايه؟ لاترال امبليكال فوق. لاترال امبليكال ايه؟ فوق. تمام؟ طب الارت ده ايه برانشاته؟ ها ماسكولار ها وبيرفوري ماسكولار وصل لحوالي 16 حاجه. معايا اوبيدي بيرفوريتي اوتين وصل لمين؟ للسين اللي تحت. ها الامبليكس بيدي بيرفوريتنج لمين؟ للسكين اللي تحت. ها الامبليكس تمام؟ بيدي اثنين كمان مهمين قوي. ها معدي جنب الكبري بيدي برانش هنا يمشي مع السبرماتيك كورد او الراوند رينج اسمه ايه؟ الماسل. طب بيعمل ايه كمان؟ بيدي بيوبك برانش. البيوبك برانش ده رايح ورا البوني اوف ذا بيوبس. بيعمل انستروز مع مين؟ مع البيوبك برانش بتاع الاوبتريتور ورا البوني. ها المهم هنا بقى الكلينيكال انتو في الحته دي. الكلينيكال انتو مهم ليه؟ لازم انا كدكتور لازم اعرف ان الحته دي ممكن يبقى في ارت برانش كبير. وانا بفتح عيان في الحته دي بيفتح عندنا في حالات حاجه اسمها هرنيا تاني. يقول لك وانا معايا عيان عندي عيان هنا في الجزء ده عنده فداء في الجزء ده كده معايا هنعرف يعني ايه فداء وهنتكلم عليه بعد كده. ها لو انا بفتح عيان هنا لازم اكون عارف ان ممكن يبقى في ارت ممكن 30% ممكن يبقى في ارت برانش كبير لو قطعته الان ده ممكن يموت. هيحصل له غزير في الارض ده اسمه ايه؟ اسمه ابنورمال اوبتريتور. ايه بقى حكايه الابنورمال اوبتريتور؟ اقول له في 30% الاوبتريتور الارض اساسا مش اوبتريتور. والبيوبك برانش بتاع الانفيرو بلاسيس ارضي اللارج واسميه في الحاله دي ابنورمال اوبتريتور ارض. اسميه ايه؟ ابنورمال اوبتريتور ارض. تمام؟ ادي الارض بتاعنا اللي هو الانفيرو بلاسيس ايه؟ ارض. انفيرو بلاسيس ارض. طيب نيجي يقول لي ايه بعد كده؟ في الارتري الثاني اللي جنب السله اللي هي الارتري اسمه ايه؟ اسمه ديب سيركمفليكس ايريال ارت. ديب سيركمفليكس ايريال ارت طالع منين؟ طالع من اللاترال سايد بتاع السله دي. طالع من اللاترال ماشي ابورد ولاترال رايح ناحيه ايه؟ ناحيه الانتيريور سوبيريور اكسباين. ماشي ابورد ولاترال رايح ناحيه الانتيريور سوبيريور ايريال اكسباين. ماشي فين؟ ماشي فين؟ ماشي فين؟ زي الانفيرور. فيرو بلاستيك كان ماشي فين؟ فيرو بلاستيك كان ماشي فين؟ فيرو بلاستيك كده قلوبي كان ماشي فين؟ اكسترا هو ماشي برضه في الاكسترا ماشي لك في الاكسترا بوتينيوم لغايه الانتيرو سوبيريور اكسباين. ماشي في زي ده مكان ماشي في الاكسترا بوتينيوم ده ماشي في الاكسترا بوتينيوم كونكتيشن. طيب هنيجي نهور عند الاليا تريست. عند الاليا تريست الاقي فيه نهور فيه فاشيا رمز الرساله من جوه هنا في مصل ماسكه في الانر ليج. وبعد كده في مصل ماسكه في الانتر ليج اريا وفي مصل ماسكه في الاوتر ليج. مين الثلاثه مصل دول؟ مين الثلاثه؟ انا هرسمها اهو على السبوره كده اهو. في مصل ماسكه في الاوتر ليج في مصل ماسكه في الانتر ليج اريا في مصل ماسكه في الانر ليج غير الفاشيا في مصل الاستاذ. عارفين الثلاثه دول؟ اللي ماسكه في الاوتر ليج تبقى السيلوبي، اللي ماسكه في الانتر ميديت اريا السيلوبي، اللي ماسكه في الانر ليج يبقى مين؟ ترانسفيرس ابدوم. قال الارت ده جوه دي ماشي دي يعني جوه اسمه ديب سيركمفرنس. قال لي عند الانتيريور سوبيريوكس باي اول ما اوصل يخترق الفاشيا ترانسفيرس. عندي الانتيريور سوبيريوكس باي يخترق مين؟ الفاشيا ترانسفيرس. يعني ايه؟ عدى من الاكسترا بروتينيا طلع بره الشرطه. معايا؟ ها بس الارض ده مش مكانه هنا، انت المفروض تمشي في جيرو باسكولار بليك. قال لي عند الميدل بتاع الاليا كريست عند منتصف الاليا كريست ها اخترق مين؟ اخترق مين بقى؟ اخترق مين؟ ترانسفيرسس ابدوميكس. ويمشي فين بقى دلوقتي؟ ما بين الترانسفيرسس والانتر في حته اسمها ايه؟ جيرو باسكولار بليك. بس ويكمل المسار بتاع ايه بقى المصري؟
ريفي جامبت. الارض ده اسمه ايه؟ ديب سيست كونفليكس. ايه اللي بقى؟ الارض ده طالع من اللاترال سايد. بص على الرسمه اللي انا رسمها على السبوره دي. اهو بص على الرسمه اللي انا رسمها على السبوره. ها ماشي كده ماشي على بورد ولاتر لغايه ما نوصل فين؟ عند الانتيريو سوبيريور سباين. عند الانتيريو سوبيريور سباين يعمل ايه؟ يخترق الفشل. هو كان ماشي فين قبل كده؟ اسال نفسي في الاكسترا بروتيرال جرين تيشو زي الشفيرو بيلاستيك. طيب مش في الاكسترا بروتيك ويكتش عند الانتيريو اخترق الفاشيه ايه؟ ترانسفيرسال. قال لي ده عند الانتيريو. طب عند نص الاليات ليست عمل ايه؟ اخترق الترانسفيرسس ابدومينس ومشي ما بين الترانسفيرسس والانترنال. الحته دي اسمها نيورو باسكولار بليت. اه ماشي في نيورو باسكولار بليت بعد كده. ورايح يدي المصل بتاعت اللاترال سايد بتاعت ايه؟ في الانتيريو بين الارض. ده اسمه ايه؟ ديب سيل كونفليكس اللي هو ديب. ديب سيل كونفليكس اللي هي معايا؟ ادي الارترين دول. واحد هنا اسمه انفيروبلاستيك، واحد هنا اسمه ايه؟ ديب سيرفر اوبليكسيت. يا ريت وانا بذاكر ابقى فاهم. لو انت بتذاكر فاهم هتبقى الموضوع سهل قوي. تخيل الارض ده ماشي في الاكسترا واخترق، عشان اول ما يقول اخترق الفشه ترانس هو كان فين قبل كده؟ اقول في الكتاب اخترق الفشه ترانس هو كان فين؟ كان في الاكسترا. معايا؟ كان في الاكسترا بروتين كونكتيشن تمام؟ ها واخترق بعد كده ترانسفيرسس عند نص الكليه بريس بقى ماشي في الجرو باسكر. تمام؟ طيب نيجي بعد كده في الارتر ايه كمان؟ دي تاني مجموعه خلصنا كده اول مجموعه وتاني مجموعه في السيرفر. تالت مجموعه بقى قال لي تالت مجموعه سهله عارفين برانشات بتسند في راس الاول. مين برانشات بتسند في راس الاول؟ رقم 10 بينزلوا في الابدومين يعني. رقم 10 و 11 بصيروا انتركوستال وسبورت. دول ليه؟ ما لهمش انتيريو، ما لهمش حاجه اسمها انتيريو انتركوستال ارتر. يعني كان قبل كده رقم 9 مثلا، لو انا جيت اقول رقم 9 بصيروا انتركوستال اهو ماشي هنا كده هو ماشي وبيدي حاجه اسمها كولاترال سورس ويعملوا انستموزس هو والكولاترال بتاعه مع مين؟ مع الاثنين انتيريو انتركوستال معايا. وكذلك رقم ايه؟ 8 ولغايه فوق. قال لي رقم 9 رقم 10 ورقم 11 ما لهمش انتيريو، فانا هسيح على الدومينال اختلطوا ده فين؟ رقم 10 ها و11 يختاروا زي على فكره عاملين زي النرفات يختاروا الدايفرام والترانسفيرس احنا ماشيين في نيورو باسكت زي النرفات 10 و11 مين؟ ها بوستيرو انتر كوستر ومعاهم السب كوستر. السب كوستر يمشي برضه زي اللي هو نيرف فاكرين حاجه اسمها سب كوستر نيرف اللي هو زي الدكتور حسام فات كان بيمشي ورا حاجه اسمها لاترال اربوت ليج برضه يمشي ورا زي سب كوستر يمشي ورا لاترال اربوت ايه؟ ليه لما بنخش بعد كده برضه في نيورو باسكت 10 و11 بصير انتركوستال ومعاهم ايه؟ سبورت. دول برانشات منين؟ من الديسندنس في راس الاول. معايا كده؟ 10 سهلين جدا دول انا عارفهم. سهلين جدا دول انا عارفهم. 10 و11 بصير انتركوستال وايه؟ سبورتال. اهو جايين من ورا. قال لي دي ثالث مجموعه. ثالث مجموعه سهله جدا انا عارفها، مجموعه سهله قوي. قال لي بقى المجموعه الرابعه. شكل المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه بنشوف منين؟ من الفيمور. قال لي الفيمور ده في اللور ليمب اساسي. الفيمور ده في اللور ليمب. قال لي بيدي هنا ثلاث برانشات سوبرفيشال. بيمشوا في السوبرفيشال فاشي. ها واحد اهو ارسمهم كده حتى انهم مختلف على السبوره. واحد ماشي سوبرفيشال فاشي كده. ماشي في السوبرفيشال فاشي. واحد ماشي ناحية دي كده اهو. ماشي في السوبرفيشال فاشيا، واحد ماشي مكاني كده ماشي في السوبرفيشال فاشيا. اسمهم ايه؟ الثلاثة دول. قال لي أول واحد فيهم ماشي أبورد ولاترال، ماشي كده أبورد ولاترال، زي ده قلنا ده الأحمر ده اسمه ديب سيركمفليكس، أو قايل ده أهو اسمه أولاد سوبرفيشال سيركمفليكس اليا رايح ناحيه الانتيريو سبيرنج سلايد. طب بيخترق؟ لا ما بيخترقش، ما ده ماشي في السوبرفيشال فاشيا. ما ملوش دعوه بالنيورو باسكولار بليت ولا الكلام ده، اسمه سوبرفيش ماشي بره سوبرفيشال فاشيا. اسمه ايه الارت ده؟ سوبرفيشال سيركمفليكس اليا بارت. ماشي فين ده؟ ماشي ابورد ولا ناحيه الانتيريو سبيرنج سلايد. سوبرفيشال سيركمفليكس ماشي فين؟ خلي بالكم ماشيين في السوبرفيشال فاشيا. طيب تاني واحد قال لي في واحد اهو ماشي كده رايح ناحيه الامبريكس. المنطقه دي اسمها جاستيا، منطقه الامبريكس دي اسمها جاستيا معده. قال لي الارض ده هسميه ايه؟ قال لي هسميه سوبرفيشال ايبيجاستريك ارض.
سوبرفيشن الناس اللي الارض. لو حد قال لي ايه هل مد دخل في الريت تشيس ولا حاجه اقول له لا ليه انت ماشي في السوبرفيشن الريت تشيس ده ماشي اهو السوبرفيشن فاشل ماشي في السوبرفيشن فاشل ملوش دعوه بالريت تشيس ولا دخل الريت تشيس ولا ليه دعوه بيه الريت تشيس هو اللون الازرق ده واللون الازرق والمصل دي انا ماليش دعوه بيه ها الارض ده مشي فيه مشي في السوبرفيشن عشان يعمل ايه سبلاي سكيل اللي تحت الاوبلاي قصر سوبرفيشال ها يبقى جاستريك ارتري يدي السكن معايا ادي ايه سوبرفيشال يبقى جاستريك ارتري سوبرفيشال سيل كومبلكس وسوبرفيشال ايبي جاستري ماشي او بوردو ميديا تقول لي سوبيرو ميديا في واحد بقى ماشي ميديا راح ناحيه الاكسترنال جينيتاليا سنه الجينيتاليا السكروتوم راح السكن بتاع السنه الجينيتاليا سكن معايا السكن بتاع السنه الجينيتاليا ممكن نقول عليه ميدنتال في دنتال سكروتوم او ليفيا ميشيس سكروتوم او ليفيا ميشيس الارض ده هسميه ايه؟ رايح سوبرفيشال انترنال ودنتال ارض ميدنتال برضه ممكن نقول عليه اكسترنال جينيتاليا متعلق بالاكسترنال جينيتاليا كلمه ودنتال ماشي ودنتال دي يعني حاجه لها دعوه بالاكسترنال جينيتاليا اكسترنال جينيتاليا ماشي سوبرفيشال اكسترنال بيدنتال ارت الارت ده رايح ناحيه السكروتوم يدي السكروتوم في ليه عامل زي نيرف كده كان اسمه فيليوم واين نيرف لو انت فاكر الحصه اللي فاتت اللي كان بيدي السكروتوم في الميل او الليبيا فيجس انفيني ده اسمه ايه سوبرفيشال اكسترنال وده ماشي سوبرفيشال قال لي دلوقتي انا عندي ثلاثه ارتري سوبرفيشال سوبرفيشال سيركمفيرنس اريا سوبرفيشال ايبيجاستيك وسوبرفيشال ايه؟ وثلاثه سوبرفيشال ماشيين في السوبرفيشال تمام؟ نعم السوبرفيشال زي الكونفليكت رايح ناحيه الانتيريو سوبرس بارت شطر ماشي السوبرفيشال فاشل السوبرفيشال ايبيجاستيك ماشي ناحيه الامبوليكس ايبيجاستيك كلمه جاستر يعني محتاج ناحيه الامبوليكس سوبرفيشال ايبيجاستيك سوبرفيشال اكسترنال بيدنتال اكسترنال جينيتال راح السكروتر في الميل او الليبيا ميجوس انفيديو تمام؟ عندي كم مجموعه من الارتي بقى؟ معايا أربعة ها معايا ممكن تجمعها انترنال ثوراسي خلاص عند الابيس رقم 6 يدي سوبيرو ديجاستريك ها ومصر سوبيرو ديجاستريك دخل الريكتس ايوه معايا دخل قبل زي ما بيدي استنى القصه القرش بتاع الدكتور دخل الريكتس شيس مشي ورا الريكتس عمل انسموز مع مين؟ مع الريكتس ديجاستريك عند الابيس برانشاتو ايه سوبيرو ديجاستريك ماسكولار وكوتيموس سكن فول امبريس تمام؟ طيب ها امال الارت ده مين؟ ارض مصر مصر فري مش لاترال ده من اوردو لاترال طرف الدايجرام عند رقم 9 بيدي انتيرو ده الاسره في السبيس 7 و8 و9 وبيدي المصر والدايجرام طيب هنت الارض بقى ده هو اللي جاي من تحت فيرو بلاستيك ودي بسيل كونفليكس ايلي فيرو بلاستيك ده مهم جدا لازم افهم الكورس بتاعه طالع من الاستاد اللي جاي فوق الوان الليجر بيجي فين في الاكسترا بروتينيال كونكتيشن ها مش هنا في الاكسترا وهو ماشي في الاكسترا بروتينيال ليه علاقه مع الفشل ليه علاقه مع الديب رينج الديب رينج دي هنا موجوده هنا بالنسبه لها هو ماشي ايه الفيرو ميديال يعني كان تحتها ثم بقى ميديال مهم جدا دي طب بعد كده عايز يخش الريبتوشيس يقول لي ايه عشان يخش الريبتوشيس يعمل ايه يقترب الفاشيا ترانسفيرساليس ويعدي قدام نهايه المسير يقول له نهايه المسير اسمه حاجه اسمها ارك اوت لاين بتاعت الريبتوشيس ويمشي يعمل انسموز مع مين؟ مع السوبيريور ايميجاس يعمل انسموز فين؟ عند الامبريكس طيب هو ماشي كده بيعمل حاجه ايه اسمها لاترال امبريكال فوق يعني ايه لاترال يعني زي البروتين ها معايا بوش البروتين ريز ممكن يقول كده في الكتاب ريز ذا بروتين ريز ذا يعني بيرفع شويه بيزق البروتين شويه لفوق ريز ذا بروتينيا اهو بيعمل حاجه اسمها ايه من جوه كده حاجه اسمها لاترال امبريكال فوق تمام ادي الانفيرو بس الانفيرو بجاز برانشاته ايه؟ برانشاته اربعه ماسكولا بروتين زي السوبيريور السوبيريور اثنين بس انما ده اربعه ماسكولا بروتين زي السوبيريور بس بيدي زياده عنهم كريماستري وبيوت كريماستري ريحه السنه الجينيتاليا مع الراوند ليجامين او السبرماتيك فور واما البيوبيك ليه حكايه البيوبيك بيعمل اسوس مع البيوبيك بتاع الاوكتريتور بس ممكن يبقى الاوكتريتور نفسه ابسنت والبيوبيك برانش ده يكبر ويحل محله بسميه ابزوربر اوكتريتور في 30% من ايه؟ من البشر تمام الارض الثاني ده اسمه ايه ديب سيرفر فليكس ايه ماشي ابوردو لاترا معاه لما يوصل عند الانتيرو سوبريم سباين يخترق ايه هو ماشي فين في الاكسترا بوتريين اول ما يوصل عند الانتيرو سوبريم سباين يخترق ايه في الفاشيا ترانسفيرسالس اخترق الفاشيا ايه ترانسفيرسالس ها لغايه نص الاريا كريست اخترق مين اخترق الترانسفيرسالس ابدوم ومشي في النيورو فاسكولار بلين مشي فين؟ في النيورو فاسكولار بلين تمام طيب ايه كمان الاطراف دول الثلاثه دول ها 10 و11 بصيروا انتر كوستا
بص بص جايين من السيرفر الفرنسي ايه لما يوصلوا للسبيس بتاعهم خلصوا السبيس بتاعهم وتاخدين على ايه على الابس سبورت ماشي مع السبورت اللي زي هاي في كمان ثلاثه سوبرفيشال غير في منهم سوبرفيشال سير كونفلكس ايريا سوبرفيشال ايزي جاستريك سوبرفيشال اكسترنال جدا الاكسترنال جدا سكروتا كوليديا ميجس ها معايا كده سوبرفيشال دول ماشيين في السوبرفيشال فاشل سوبرفيشال سير كونفلكس ايريا كان ده دي جوه ده ماشي من دي من جوه لما ده سوبرفيشال ها طب ده سوبرفيشال ايه ايبيجاستريك اللي ماشي في السوبرفيشال فاشل احنا ده الامبلايكس ها طب ده مين ها سوبرفيشال اكسترنال بيدين ورايحين ناحيه الامبلايكس المعده بتوصل لغايه الامبلايكس اللي اسمها ايه جاستريك ها معايا بيسموا الحته دي ايبيجاستريك او جاستريك تمام قال الانتيريور سبلاي بتاع مين بتاع الانتيريور دومينال مهم جدا انا افهم مهم جدا انا افهم الاضطرابات واذاكر الكلام ده معايا واذاكر الاضطرابات يا جماعه افهم تمام طب ايه يقول لي ايه بقى الفينات ايه الفينز بتاع الانتيريور دومينال ايه الفينز بتاع الانتيريور دومينال بصوا معايا كده الفين الفين دي تعالى نحكي لو انا رسمت واحد كده ادي شخص كده ادي رقبته ادي الترنك بتاعته ادي اثنين كده اهي ادي الترنك اهو وادي الكونفاينا ليجامنت وادي اللور ليجامنت بتاعته وادي كوستال مارجن هنا وادي هنا الكونفاينس بص معايا انا عندي في عندي فين كبير فوق هنا اسمه سوبيرو فينا كافا بيبقى هنا سوبيرو فينا كافا وعندي فين جاي من تحت كده برضه من الابدون الفين ده اهو بيخش الثوركس يخلص في الرايت اتريوم الفين ده اسمه انفيرو فينا كافا لو حد قال لي سوبيرو فينا كافا ده يبقى الحدود دي بيبقوا يمين شويه معمول منين؟ طبعا انا المفروض عارف من السورس معمول من حاجه اسمها ليفت براكوس فاليو بي ورايت براكوس فاليو بي عامل كده والليفت او الرايت بيتكون من اتحاد بين جسمه انترنال جرور بين الرقبه مع بين جسمه سابك ليبيا والسابك ليبيا ده بيكمل باجزله هنا سابك ليبيا هنا اجزله معايا كده في الكلام ده براكوس فاليو ده مين ده؟ ترنال جابون. رقبة، مين ده؟ سبت ليبيا. شوفوا الكلام ده كده انتوا عارفينه او فاكر ده بلاك سيفاني، بلاك سيفاني. ده ترنال جابون، ده سبت ليبيا، ده أجزلة دي. ده شماله زي يمين. طيب، لو أنا نزلت بقى في اللور جنب. نزلت تحت الفيرو فينا كافا، الفيرو فينا كافا بيخلص في الأبدومين إلى 2 فيرو. عاملين زي الاثنين ارتري كده اسمهم ايه؟ قال اسمهم كومن اريا يخلص الاثنين في اسمهم ايه؟ اسمهم كومن اريا في نفس حكايه الاورطه كومن اريا كل كومن اريا من دول هيتقسم الى ايه؟ الى اكسترنال اريا انترنال اريا الاكسترنال اريا بيكمل كومن ده انترنال وده اكسترنال اريا السنه اللي جت تكمل ايه؟ يعني فوق هنا السنه اللي جت او الاسترنال تحت هنا بقى في هو نفسه. وفي فين بصب في الفيمورال بقى في فين كبير في اللور فين فين ماشي سوبرفيشال. معايا اول مره نسمع عليه كده اسمه سافينس. سافينس يعني سطحي. اسمه سافينس ده اللي بيحصل فيه الدوالي. اسمع لو كان شخص يقول له جاله دوالي في الفين دوالي. عارف دوالي يعني ايه؟ الفين بقى ممتد او العروق بقت ظهرت. هو السافينس ده بيظهر بقى. اسمه سافينس معايا سافينس اسمه مين سافينس جريد يا مدير جريد ها سافينس في كلمة سافينس يعني سطحي سوبر فاشل سوبر فاشل فاشل اسمه جريد سافينس معايا ده ايه الفيلد بتاعي اللي انا لازم افهمه كده ها ده سوبيرو فينا كافا رايبوس فالي انترنال جاجولر سابكليريا انزيرو فهم معايا الكلام تحت هنا الفيرو فينا كافا عارفين الفيرو فينا كافا داخل رايت ايه كان هنا رايت الفيرو فينا كافا جاي من تحت جاي من تحت جاي من اتحاد اتنين كومن اريا فين
جاي بقى فاهم هما جايين منين؟ جايين معمولين منين؟ برضه نفس الحكايه زي الار تي معمولين من اتحاد اكسترنال مع انترنال نفس الكلام بتاع الايه الار تي واكسترنال ليها جاي منين في المرك والانترنال ليها جاي من البيبس تمام؟ ادي ده الترن جاي جدا جاي بقى جاي ده قال لي في حاجه بقى في حاجه في الانتيرا ابدومينال قال لي ايه؟ قال لي الانتيرا ابدومينال والفينات اللي فيه في حاجه مهمه قوي دي يعني ايه؟ لوب في الموضوع قال لي الامبريت لو في عندها كده خط وهمي عند الامبريت بيسموا الخط الوهمي ده ووتر شيد لاين خط فاصل بيسموه ووتر شيد لاين كلمه ووتر شيد لاين يعني الخط الفاصل معناها مش ترجمتها كده حرفيا بس معناها كده خط فاصل ووتر شيد لاين طيب في خط عند الامبريت قال لي ايه بقى؟ قال لي الفينات اللي في الانتيرا بيننا اللي فوق الامبريتس الدم بيمشي فيها فوق والفينات اللي في الانتيرا بيننا تحت الامبريتس الدم بيمشي فيها تحت يعني ايه؟ قال لي طب تعالى نترجم الكلام ده في كلام في الكتاب قال لك الفين اللي فوق الامبريتس في فين ماشي هنا في الحته دي كده الفين ده اسمه ايه؟ اسمه لاترال ثوراسي فين لاترال ثوراسي فين ده لاترال ثوراسي فين انا ما سمعتش عليه لا بس سمعت عن حاجه اسمها لاترال ثوراسي ارتري ايه لاترال ثوراسي ارتري ده كان في كتاب الابر ده كان فرنش للاكزيلري في الاكزيلري ارتري ده ارتري مشهور قوي في الابر لم على فكره لو تحطوا ابر لم ارتري مشهور قوي الاكزيلري ارتري ده بيدي ايه فيرست بارت كان حاجه اسمها سوبيرو ثوراسي طب السكند بفن بيطلع حاجه اسمها لاترال ثوراسي ثوراسي ابروبيا طب السيرد بفن بيطلع اكيلو سيرفكس يوبرا وبوستيريو وسابس كارد قال لي في ارتري اسمه لاترال ثوراسي قال لي لاترال ثوراسي مين زي مين بيصب فين؟ قال لي زمان في الابر ليب قالولنا حاجه ان الارتراهات اللي الارتراهات برانشات الاكزيلا ارتري في فينات زيها بتصب في الاكزيلا ريفين لما حد يقول لي ايه التريبيوتريز بتاعت الاكزيلا ريفين؟ اقول له كورسبوند تو ذا برانش اوف ذا اكزيلا ارتري يعني لاترال ثوراسي كبير بيصب في الاكزيلا اهو قال لي في لاترال ثوراسي كبير بيبقى ماشي في السوبرفيشال فاشيا جاي من فوق الامبريتس يروح يصب في الاكزيلا ريفين والاكزيلاري فين ده او يصب منين؟ الدم يروح فين؟ يكمل سابكليفا والسابكليفا دي يروح فين؟ ريكوسيفاليك اخره سوبيرو فينات يعني الدم لو ماشي دلوقت اخره فين؟ قال لي اخره سوبيرو فينات قال لي طيب في فين تاني ماشي فوق الامبريتس في الحته دي كده اهو في فين ماشي هنا اهو في الحته دي خليكم معايا فين ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه سوبيرو ايبيجاستري سوبيريو ايبيجاستري فين وساعات بيقولوا عليه فينا كوميتال بتاع السوبيرو بس فين او ايه او هنا كوميتال سوبيرو بيجاستريك فين ده بيصب فين؟ سمعناه في كتاب السورس فينا كوميتال بتاع السوبيرو بيجاستريك ارتري بتتحد تعمل لي حاجه اسمها فينا كوميتال بتاع الانترنال سورس يعني ايه؟ يعني كان السوبيرو بيجاستريك فين ده بيكمل كافين فوق كده بيكمل هنا اهو يعمل لي فين اسمه ايه؟ انترنال ثوراسيك فين يعني بيكمل انترنال ثوراسيك فين طب والانترنال ثوراسيك فين ده من خلال معلوماتك في الصوره بيصب فين؟ بيصب فين؟ بيصب في الكاكوسيفالي اهو يعني بيصب مين؟ سوبيرو ليجاستري بيكمل انترنال ثوراسيك بيصب فين؟ في الدراكيو ايه؟ سيكا قال لي صح معايا يعني معنى كده ان الفينين دول الدم ماشي فيهم ايه؟ لفوق الدم ماشي فيهم ايه؟ واخرهم ايه؟ اخر حاجه ودوا الدم فين؟ قال لي بروح الاخر خالص سوبيرو فينا كام؟ ودوا الدم في الاخر خالص لمين؟ سوبيرو فينا كام؟ قال لي لا بس خلي بالك بقى تحت الامبريتس. قال لي تحت الامبريتس عندك في فينيت دي تحت الليتر بتاع الامبريتس. قال لي فين في الحته دي كده؟ ماشي في السوبرفيشال فاشيا. ماشي في السوبرفيشال فاشيا. في الحته دي. قال لي الفين ده هسميه ايه؟ قال لي هسميه ايه؟ قال لي هسميه سوبرفيشال ايبيجاستريك فين. سوبرفيشال ايبيجاستريك فين. ماشي في السوبرفيشال فاشيا. سوبرفيشال ايبيجاستريك فين ماشي في السوبرفيشال رايح يصب فين؟ قال لي الفين ده الدم ماشي فين تحت. قال لي بيروح يصب في الفين ده وفي الفين اللي تحت ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه بليد سافينس. طب والجليد سافينس ده بيصب في مين؟ قال بيصب في الفيمورا، طب الفيمورا ده بيصب في مين؟ قال لي بيكمل الاكسترنال اريا، طب الاكسترنال اريا بيصب في مين؟ بيعمل كومون اريا واخره انفيرو فينا كام؟ يعني الدم ماشي تحت. سوبرفيشال ايبيجاستريك فين، الدم ماشي في ايه؟ في تحت.
يصب في الجليد صافي نفسه ثم في البرد واخره ينزله في الكذا. تمام؟ قال لي طيب في فين في الحته دي كمان اهو في فين اهو اسمه inferior epigastric vein. inferior epigastric vein ماشي مع الانفيرور ماشي مع الانفيرور ارت. قال لي الانفيرور epigastric vein ده يصب فين؟ قال لي الدم ماشي فيه تحت يروح يصب فين؟ يصب في الاكسترنال اليوم دي. والاكسترنال اليوم دي طبعا هيعمل ايه؟ كومن اليوم والكومن اليوم اخره ايه؟ انفيرور فينا كاب. قال لي يعني تحت الامبلاكس الدم ماشي ايه؟ قال لي دلوقتي خلي بالك ها خلي بالك معايا فوق الامبلاكس الدم ماشي فوق تحت الامبلاكس الدم ماشي تحت فوق الامبلاكس الدم اخره سوبيرو فينا كاب تحت الامبلاكس الدم اخره ها فوق الامبلاكس الدم اخره ايه؟ ها سوبيرو الناس اللي راسمها على السبوره دي ها سوبيرو فينا كاب تحت الامبلاكس الدم اخره ايه؟ انفيرو فينا كاب. عند الامبلاكس حاجه اسمها ووتر ها شيد لاين خط فاصل ووتر ها شد ده الفينات ها ماشيه لفوق لفوق الامبلاكس الفينات تحت الامبلاكس ماشيه ايه؟ لتحت. القصه دي لازم اعرفها. قال لي في حاجه بقى قال لي في خلي بالك هنا بقى في الجنب دي اللاترال ثوراسيك فين والسوبرفيشال ابيجاستريك فين دول بيعملوا اناستوز بيقابلوا بعض. بيقابلوا بعض. ها يعني في اناستوز ما بين السوبرفيشال واللاترال عاملين حاجه اسمها سوراكو ابيجاستريك اناستوز سوراكو ها سوراكس ابيجاستريك اناستوز. ها ما بين اللاترال ثوراسيك والسوبرفيشال ابيجاستريك. يعملوا انا مسموس مع ماشيين في السوبرفيشال فاشل مع بعض الاثنين دول في السوبرفيشال فاشل انما الاثنين دول ديب الاثنين دول في السوبرفيشال انما الاثنين دول ديب الاثنين دول في السوبرفيشال فاشل بيقابلوا بعض دول بالذات بيقابلوا بعض في السوبرفيشال فاشل. قال لي دي تعتبر ايه؟ قال لي تعتبر انستوموزس ما بين ها السوبيرو فينا كافا والانفيرو فينا كافا معايا ها بيقابلوا بعض عاملين ايه؟ سوراكو ديجاستريك ممكن نقول عليها سوراكو ديجاستريك مين؟ يعتبر انستوموز ما بين السوبيرو وفيرو فينا السوبيرو فينا كاب والفيرو فينا كاب عاملين زي مين كده؟ زي الازايلوس. كان في كلينيكال اناتومي الازايلوس الازايلوس ده تريدته ايه؟ ليه ربنا خلق الازايلوس؟ عشان لو السوبيرو فينا كاب اتسد معاه الدم يجي من فوق ها يخش ها الرايت اتريوم عن طريق الفيرو فينا كاب. فاهمين الحكايه دي ولا لا؟ ايه فايده ليه ربنا خلق الازايلوس؟ ليه ربنا خلق الازايلوس بين اهو انا عندي الازايلوس بين على كل حاجه من الصور ادي السوبيرو فينا كاب ادي الازايلوس بين بيفتح هنا كده اهو ادي السوبيرو ادي الازايلوس بين ها معايا اهو ها وصل لغايه الانفيرو فينا كاب. ليه ربنا خلق الازايلوس؟ قال لي اهم فايده ليه ربنا خلقه ليها عشان السوبيرو فينا كاب ده لو اتسد يحصل ايه؟ قال لي الدم اللي في السوبيرو فينا كافا هيروح فين؟ عايز يرجع الهارت يعمل ايه؟ قال لي يمشي في الازايلوس. ويرجع الهارت عن طريق مين؟ عن طريق السوبيرو فينا كافا. قال لي ده زي كده ده انستوموز كمان. اسمه ايه؟ سوراكو ابيجاستريك انستوموز. لونجيتيودنال ايه؟ انستوموز. معايا؟ فدي ايه؟ قال لي الفين دي مهمه جدا الفين فوق الامبليكس والفين ها تحت الامبليكس. ها الفين فوق الامبليكس والفين ها تحت الايه؟ تحت الامبليكس. تمام؟ عرفت المنظر ده؟ ادي الفين. طبعا في بقى عند الامبليكس في حاجه اسمها بورتو بورتو يعني بورتا الفين على فكره سيستميك اناستوزي هتقولها مع الليفر. في حاجه اسمها بورتو سيستميك بورتو يعني بورتال يعني الوريد طبعا بورتال هو الوريد البالي. دي هيقولها لي مع الايه؟ مع الليفر بعد كده. طيب هيقول لي ايه بعد كده؟ في لينفاتيك في احنا قلنا ارتري وفي لينفاتيك في الانتيريور ابدومينال قال لي اه اللينفاتيك برضو عند الامبريكس في حاجه اسمها ووتر شيد لاين. عند الامبريكس في عندي حاجه اسمها ايه؟ ووتر شيد لاين. ايه الووتر شيد لاين دي؟ خط فاصل اللينفاتيك فوق الامبريكس بتطلع لفوق اللينفاتيك تحت الامبريكس بتمشي لتحت. ايه ده؟ اللينفاتيك فوق الامبريكس بتروح فين؟ ده كانت بتروح في الدم الابيض. اي لينف فيزل ماشي في السوبرفيشال فاشل هنا يروح فين؟ قال لي يروح للينف فيزل. حد عارف اسمها ايه؟ بيكتورال. الليمفاتيك فوق الامبليكس بتروح فين؟ بيكتورال. قال لي طب الليمفاتيك تحت الامبليكس بتروح فين؟ قال لي دي لسه ما سمعناش عليها. قال لي بتروح لينف نود جنب الانجواينا اللي بيسموها ايه اللينف نود دي؟ اسمها سوبرفيشال انجواينا لينف نود. فوق بتروح ايه؟ بيكتورال ها؟ تحت بتروح فين؟ سوبرفيشال جوانا. فين البيكتورال في المود بتاعت الاجزال؟ ها؟ الليمفاتيك فوق الامبليكس بتطلع لفوق والليمفاتيك تحت الامبليكس ايه؟ برضه ماشيه مع الووتر شيد لاين. ها؟
ماشيه مع مين؟ مع الفايف بوينت امبريكاس بتطلع لفوق، تحت الامبريكاس بتنزل لتحت. ماشيه مع حاجه اسمها ايه؟ ووتر شيلدر. الفين فوق الامبريكاس ماشي لفوق، تحت الامبريكاس نزل تحت، اللي مشكك اللي انت نزل ماشيه فوق، فوق الامبريكاس تحت الامبريكاس بتروح لفين؟ سوبرفيشال انجوينال لينفينو. معايا؟ قال لي طيب في بعض الحاجات بقى في الابدومين، في الابدومين. قال لي ايه؟ قال لي في حاجه كده اسمها مية البا. ايه المية البا؟ ايه المية البا؟ مية البا دي عباره عن ايه؟ مية البا ايه؟ مية البا. قال لي مية البا دي عارف تعرفها ايه؟ يعني عارف مية البا؟ احنا قلنا له الكلام ده بس هو بيجمع لي بقى شويه حاجات. يقول لي ايه؟ مية البا دي عباره عن دي بسيشن معايا للابوروسيس بتاعت الانتيرا ابدومينال ابونروسس. ثلاثة ابونروسس ثلاثة بيقابلوا بعض في حاجة اسمها ايه؟ مني ارميني البا دي ماسكة من مين لفين؟ ماسكة الصفحة دي تعتبر مراجعة، يعني مراجعة الكلام اللي احنا قلناه. ها معايا لينيا ماسكة في السيكوين بروسيس فوق، تحت ماسكة السيكوين بروسيس. ولينيا البا بتبقى فوق الامبريكاس عريضة شوية. لينيا البا ها اباب الامبريكاس وايد تحت، يعني فوق الامبريكاس ترسمها كده مرسمها في اي رسمة او اقرب ميلاد، فوق الامبريكاس وايد تحت الامبريكاس نار. معايا؟ واللينيا البا بتفصل الكواي موسل، يعني التصوير ده صار بينهم ايه؟ لينيا البا مربعه، خلي بالك. واللينيا البا هي البا ليه سموها البا؟ يعني ابيض، اللي ما فيهاش بلاد فيزيك. ها اتز سايد تشويس، يعني دي الحته الحلوه في ميديان انسيجن. انسيجن يعني قطع جراحه، يعني لو الدكتور جراحه وعايز افتح الاخيره بين في النص كده في الميد لاين يفتحها من اللينيا البا. اتز سايد اوف ميديان انسيجن في الانتيرا ابدومينال. يعني ايه؟ سايد اوف تشويس، يعني هو المفروض يقول سايد اوف تشويس. تمام؟ سايد اوف تشويس يعني ايه؟ الحته الكويسه اللي ممكن افتح فيها الانتيرا ابدومينال. ليه؟ لانها ما فيهاش بروفيسيس. سايد اوف تشويس فور معايا، سايد اوف تشويس فور انسيجن. ميديان انسيجن عارفين انسيجن يعني ايه؟ قطع جراحي. اقرا معايا الكتاب كده، سايد اوف ميديان انسيجن في الانتيرا ابدومينال رول، قطع احسن حته افتح فيها الابدومين في النص. ليه؟ ما فيهاش بلاد فيزل، لانها اسمها ايه؟ البا. معايا؟ البا. تمام؟ فدي لينيا البا. هي ايه لينيا البا؟ عارفين يعني ايه لينيا البا؟ خط ابيض موجود دي كاستيشن ابونروسيس، ماسك فوق فين تحت فين، فوق الامبريكاس عريض تحت الامبريكاس مش عريض، يفصل ما بين الاثنين اللي سايد اوف تشويس فور ميديان انسيجن اوف ذا انتيرا ابدومينال. تمام؟ ادي الدنيا. قال لي طيب الامبريكاس، ايه الامبريكاس؟ قال لي الامبريكاس دي نورمال سكار. سكار يعني ندبه، ندبه يعني اثر جرح، ندبه سكار. يعني دايما لما تبقى واحد اتعور ويسيب حته كده في الجلد بيسموها سكار. سكار يعني ندبه. نورمال سكار ندبه. معايا؟ نورمال سكار في الانتيرا ابدومينال وول دي بواقي ايه؟ بواقي حاجه ذكرتها في الامبريولوجي، حاجه اسمها الامبريكال كور، ريمنت اوف امبريكال كور. ولكن الكورد ده كان الحياه بالنسبه لايه؟ بيبقى اسمها ايه؟ امبريكس. معايا؟ ده تعريف الامبريكس. طبعا الكلام ده اقراه كده يعني ايه؟ مراجعه للكلام اللي فات. طيب نورمال سكار في الانتيرا بدون لون ريمنت اوف امبريكال كورد. قال لي ايه بقى؟ قال لي عند الامبريكس في ترانسفيرس لاين خط وهمي معايا الميجنال لاين اسمه ايه؟ ووتر شيد لاين، بحيث ان ايه؟ الارتيرهات، بحيث ان الفينات والليمفاتيك فوق الامبريكس بتمشي لفوق فلو ابورد. ها والفينات والليمفاتيك تحت الامبريكاس فلو داون وورد. فوق الامبريكاس الفينات والليمفاتيك ماشيه، احنا قلناها الكلام ده، طالعه لفوق ها، وتحت الامبريكاس ايه؟ ماشيه لتحت. الفينات والليمفاتيك ازاي؟ فوق الامبريكاس وتحت الايه؟ الامبريكاس. ها السكين اللي حوالين الامبريكاس مين الليمف بتاعه؟ ما تنساوش تي 10. تي 10 ها السكين فوق اللي حوالين الامبريكاس الليمف بتاعه مين؟ ها تي 10. تمام؟ ده السكين اللي حوالين الامبريكاس عن طريق تي 10. مهم قوي احنا قلنا الحصه اللي فاتت، فوق الامبريكاس وتحت الامبريكاس، الامبريكاس تي ايه؟ تي 10. تمام؟ عندها في بورد سيليك اسموس هنعرفه في الليفر، دايما يقول لي بورد سيليك اسموس ايه؟ هنعرفه بعد كده مع الايه؟ مع الليفر. تمام؟ قال لي ايه كمان برضه واحنا في كتاب الكليه؟ قال لي قارن لي بقى ما بين السكين فوق الامبريكاس سوبر امبريكاس سكين وتحت الامبريكاس. مين السكين فول او السكين والسوبرفيشال فاشل؟ ده يعني ايه؟ السكين والسوبرفيشال فاشل فول امبريكاس وتحت الامبريكاس. قال لي ايه؟ قال لي السوبرفيشال فاشل. السوبرفيشال فاشل هي تحت الجلد، فول امبريكاس عباره عن ايه؟ فاجاس. الكلام ده مراجعه احنا قلناه. تحت الامبريكاس فيات ومبرينس ليه. طيب قال لي ايه بعد كده؟ مين الارتري اللي بيدي السكين اللي فوق الامبريكاس؟ قال لي الفرفوريتنج برانش بتاعت الروح. سوبر
قال لي طب مين الارك اللي بيدي السبيد اللي تحت الامبريلاس بالفوليتنج بلانش بتاع الكيوبلاس هتبقى تاني حاجه بعد السوبرفيشال فاشل ايه الارك ده سكين وسوبرفيشال فاشل هرم قال لي طيب ها مين الفينات مين الفينات ها معايا التريبيوتريز اللي فوق الامبريلاس وتحت الامبريلاس فوق الامبريلاس ها في فينين سوبيرو جاستريك ها ترانسوراس تحت الامبريلاس في فينين انفيرو جاستريك وسوبرفيشال فيجاس معايا بيعملوا دريمج للسكن وسوبرفيشال فاشل كل دول فوق الامبريلاس وتحت الامبريلاس طب الليمفاتيك الليمفاتيك فوق الامبريلاس ليه بنود اسمها ايه؟ فيكتورال طب تحت الامبريلا بتروح فين؟ سوبرفيشال انجواين طب النيرف كام نيرف فوق الامبريلا وده الحصه اللي فاتت 7 و8 و9 طب تحت الامبريلا 11 و12 و1 خلاص واحد مقارنه ما بين فوق الامبريلا وتحت الامبريلا خمس نقط ايه الخمس نقط اللي فوق الامبريلا ها سوبرفيشال فاشيا هنا وسوبرفيشال فاشيا هنا ها معايا الارتر هنا مين والارتر هنا مين الفين هنا مين الفين هنا مين ارتر فين الليمفاتيك هنا مين ارتر مين والليمفاتيك ثلاث نقط ونلف فده 4 نقط وسوبرفيشال فاشيا ارتر فوق مين وارتر تحت مين فين فوق مين وفين تحت مين الليمفاتيك فوق مين والليمفاتيك تحت مين نيرف فوق مين ها نيرف فوق ونيرف ايه تحت معايا مقارنه ما بين السوبرا والانفرا امبريكال سكيل بتاع الاخيره دول من الايه تمام مقارنه ما بين السوبرا وخمس نقط في المقارنه سهله قوي طيب قال لي حاجه برضه مراجعه اللي فات كده حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كونجوينتين ايه الكونجوينتين دول؟ ساعات يقولوا عليه فالكس فالكس يعني ايه؟ يعني سيكل شيل كلمه فالكس يعني سيكل شيل سيكل يعني جلال فالكس انجوينا ساعات يقولوا عليه فالكس انجوينا فالكس انجوينا يعني يا جماعه فالكس يعني ايه؟ جلال الشفه جلالي الشكل. طيب قال لي ايه الكونجوينتين دول؟ انا عارف برضه مراجعه ايه الكونجوينتين دول؟ هو اللور ارشد فايبر بتاع الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس ها بيتحدوا مع بعض فاكر الحكايه دي ولا لا؟ شفناها الحصتين اللي فاتوا الحصتين اللي فاتوا بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا حاجه اسمها ايه؟ كونجوينتين بتاع مين اللي اتحدوا؟ انترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس ها ترنال اوبليك وايه والترانسفيرسس عشان يعملوا الكونجكت ده بيمسك فين وبعدين ده بيمسك فين وبعدين ده بيمسك فين ها بيمسك ها في اليوبيك كريست ها والبكتيريال لاين بيمسك في اليوبيك كريست والبكتيريال في حاجه اسمها البكتيريال لاين واليوبيك ايه كريست بيمسك هنا تمام والاصول الكونجكت ده موجود ورا قدام ولا ورا السوبرفيشال جوينا ليه اسال نفسي هي السوبرفيشال جوينا ليه موجوده في اي عضله الاكسترنال اوبليك هو معمول من اي عضله الانترنال والترانسفيرس والانترنال والترانسفيرس في الاكسترنال هو ورا يبقى هو ورا السوبرفيشال جوينا ليه رينج عامل سبورت هنا ورا معايا ده الكونجوينت كل الصفحه دي تعتبر ايه مراقبه ماشي طيب الصفحه اللي معناها دي مرتبطه بالجوينا هنسيبها شويه بعد الجوينا هنيجي نخش بس اخر حاجه قلنا النهارده للتشخيص بقى احنا قلنا خلاص احنا قربنا نخلص اديني 10 دقايق بس الريتش شيت ده عشان نفهم الكلام ده الكلام اللي ماشي مع بعض مع فاحنا كده زي بص بس معايا عشان تفهموا يعني سيبك الصفحه دي هقولها المره الجايه الصفحه اللي لازم ناخدها بص الكتاب ده في حاجه اسمها ايه؟ ريكتر شيز ريكتر شيز عباره عن ايه؟ زي ما بنقول كده من الصبح بتاع ابوروسس بتاع الثلاثة واسكسيرنال وانترنال وترانسفيرسس عملوا ابوروسس حوطوا عضلة هنا اسمها ريكتوس عشان يعملوا حاجة اسمها ايه؟ ريكتوس شيز معايا؟ ريكتوس ايه؟ شيز قال لي الريكتوس شيز بتاعك ده عبارة عن الابوروسس بتاع الثلاثة مصر عشان يحوطوا الريكتوس في عضلة كمان مع الريكتوس صغيرة كده بيحوطوا الحوارات دلوقتي عجوز عضلة صغيرة وهتشوفها كل العضلة دي اسمها بريمينيس عضلة اسمها ايه؟ بريمينيس معاهم الفات وفيزلز هنعرف فين الباك والبيزل دلوقتي. المهم الريكتر شيز ده ابوروسس بتاع الثلاثه مصر. قال الريكتر شيز ده لازم اعرف كده ان انا هدرسه في ثلاثه زون. ثلاثه زون. ثلاثه زون كلمه زون يعني منطقه ثلاث مناطق. هدرسه في ثلاثه زون. هنا مفروض خمسه 6 7 بوستر مارجن بص
استقرار 8 الساعة 10 قال الريد تشيس. بص بقى الريد تشيس انا هدرسه في 3 سنين معايا كده عشان نبقى هقول لك الكلام اللي مكتوب كده ونفهمه. قال لي في يعني المنطقه الاولى فوق البوستر مارشن. يعني ايه بوستر مارشن؟ يعني 7 و8 و9 و10 بوستر مارشن. بوستر مارشن. قال لي الريبتس بتطلع لفوق ما بتطلع. مش الريبتس بتعمل ريسيرشن فين؟ الريبتس طبعا عارف الريبتس بتعمل ريسيرشن فين؟ في 5 و6 و7 بيسيبوا لنا الريبتس فين؟ قال لي واحنا فوق البوستر مارشن الريبتس بتتحول للشيز بطريقه معينه. ده أول زوم. معايا كده؟ ها؟ أول زوم خلي بالكوا معايا فوق الكوستال مارشن. قال لي طيب ها؟ هتقول عليه زوم إيه؟ المنطقة دي. طيب قال لي المنطقة دي. المنطقة دي قال لي منين بقى؟ قال لي ها؟ من الكوستال مارشن أنزل من الكوستال مارشن ده لغاية ميد وي ليفل. ها؟ ميد وي ليفل ده عنده لاين. ده اسمه أركوت لاين. ده جزيح هقول لك دلوقتي. أركوت لاين. ها؟ من الكوستال مارشن ده من الكوستال مارشن لغاية الميد واي ليفل ده. ايه الميد واي ليفل ده؟ ما بين الامبريكاس والسينجز بوس. ها في لاين هنا اسمه ايه؟ ها في لاين اسمه اركوت لاين. معايا قال لي ده منطقه دي. السلمين اللي انا واخدتهم دول منطقه دي. قال لي في حته تحت ده صغيره اسمها ايه؟ منطقه سي. منطقه سي فين؟ تحت الميد واي ليفل ده. لغايه السينجز بوس. يبقى انا هسافر الكوستا مارشن في كام منطقه؟ ثلاثة. ايه الثلاث مناطق؟ خلي بالك. معايا؟ أول منطقة فوق الكوستا مارشن. معايا؟ أول منطقة فوق الكوستا مارشن. ثاني منطقة من الكوستا مارشن لغاية ميد وي ليفل. ثالث منطقة تحت الميد وي ليفل. يعني الحتة دي. فوق الكوستا من الكوستا لغايه ميد واي ليفل اركوت لاين ليفل ما بين الامبريكاس والسيمبسيس معايا ثالث منطقه تحت الميد واي ليفل ده الريكتس. ريكتس شيس يعني ايه؟ يعني الريكتس حواليها ابولوسس. ريكتس ايه؟ حواليها ايه؟ ابولوسس. قال لي طيب في كل منطقه تعالى نعم. قال لي في المنطقه الاولى. المنطقه الاولى اهو. قال لي الريكتس موجوده في المنطقه الاولى طبعا في كل منطقه فيها ريكتس. ريكتس موجودة هنا. قال الريكتس هنا، مين اللي عامل الشيس؟ أقول له اللي عامل الشيس في مصر قدام الريكتس اللي بتطلع فوق. اللي بتطلع ها لغاية 5. ها مين المصر اللي بتطلع فوق ها فوق 8 أو فوق 7؟ قال لي السينما وبي. طب لو احنا ذاكرنا الانترنال والترانسفيرس، الانترنال والترانسفيرس آخرهم 7 كوستر ما بيطلعوش فوق الكوستر مارشن. ها الايه؟ الانترنال والترانسفيرسس اخرهم هنا. قال لي فوق الكوستال مارجن المصل الوحيده اللي عامله الريكتر شيس المصل الوحيده الاكسترنال اوبليك. راح راسم الاكسترنال اوبليك. طب انترنال وترانسفيرسس لا مش موجود. اكسترنال قدام الشيس. اكسترنال ايه اوبليك المصل الموجوده هنا قدام الشيس اهي. يعني ده الشيس اهو فوق الكوستال مارجن فوق 7 يعني ها الابولوروسس قدامه مين اللي عامله؟ اكستر. طب ورا مفيش ابولوروس امال ورا الشيس في ايه؟ 5 و6 و7 كوستر ورا الشيس مفيش ها 5 غير 5 و6 و7 ورا الريكتس يعني 5 و6 و7 مين؟ كوستر كارتج. ده في احنا فين دلوقتي؟ ها فوق الكوستر مارش فوق الكوستر ايه؟ مين الوصل دي يا جماعه؟ اللي انا راسمها دي الاسترنال هاند اوبليك معايا كده؟ طيب ده في أول منطقة. أول منطقة. نيجي تاني منطقة من الكوستال مارجن لغاية الميد واي ليفل. مين اللي موجود هنا؟ أقول له في الريكتس أبدومينس. الريكتس أبدومينس أهي. أو الريكتس. طيب التلاتة مصر موجودين هنا اللي عاملين شيء أداء موجودين الإكسترنال. الإكسترنال موجودة. أدي الإكسترنال أهي. والإنترنال. الانترنال هنا بتتقسم طبقتين، طبقة قدامه طبقة ورا الشيس. الانترنال والترانسفيرسس ورا الشيس بس. ادي الشيس اهو. اكسترنال انترنال
مقسومه طبقه قدام وطبقه ورا، واللي ورا دي ترانسفيرسس. اللي تستنى قدام الانترنال عملت ايه؟ قسم الطبقتين الترانسفيرسس ورا. يعني الشيز دلوقتي معمول منين؟ قال لي الانتيرور بتاعه عباره عن ايه؟ الاكسترنال والانتيرور هي بتاعه الانترنال. طب البوستيرور بتاع الشيز معمول منين؟ البوستيرور هي بتاعه الانترنال. ده في المنطقه الثانيه. طيب في المنطقه الثالثه تحت الاركود لاين، قال لي تحت الاركود لاين راسم ادي الريكتس ابدومينس اهي ادي الريكتس. قال لي في المنطقه دي في ثلاثه مصر موجودين اكسترنال قدام الشيز، اكسترنال انترنال قدام الشيز، ترانسفيرسس ورا الشيز قدام الشيز، ثلاثه قدام الشيز اكسترنال انترنال ترانسفيرسس. اللي ورا الشيز مين؟ قال لي في طبقه فاشيا، في طبقه فاشيا اسمها ايه الفاشيا اللي وراهم بقى؟ اسمها ايه؟ اسمها فاشيا ترانسفيرسس. ها كده ها اكسترنال انترنال ترانسفيرسس. ها اللي ورا هنا ايه؟ معايا فاشيا ترانسفيرسس. معايا دي اللي ورا الشيز، الشيز بدرسه في كام منطقه؟ في ثلاث مناطق. الكلام ده ازاي بقى؟ الكلام ده ازاي؟ وهنقرا الكلام اللي في الكتاب. لو انا معايا ثلاث ورقات الرسمه. الارض اللي عندنا قدامها اسمه ايه؟ الانفيرو بيجاستيك.
الاربوت لاين ده موجود فين؟ ميدوي. ميدوي ما بين مين ومين؟ ما بين ها الامبريكس والسينسكيبس. يبقى بيجي يقول لي ايه بقى؟ هنشوف الكلام المكتوب بقى في الكتاب. يقول لي ايه بقى؟ ماجا ذاكر الريفتش عرفنا في الباردريس وفي ثلاثه زون، اوفر زون وميدل زون ولوبر زون. هيجي يقول لي ايه؟ هيقول لي الاكسترنال اوبليك، الاكسترنال اوبليك موجوده في الثلاثه زون. يعني موجوده هنا؟ موجوده هنا؟ موجوده هنا؟ دايما موجوده انتيرو اوبليك. الاكسترنال اوبليك موجوده فين؟ في الثلاثه زون، خليك معايا. طب الانترنال اوبليك قال في الاوفر زون اتس ابسنت. مش انترنال. طب في الميدل زون الانترنال انقسمت الى توريا. طب في اللور زون الانترنال مشيت قدام الريكتس. في اللور زون تمام؟ طيب الترانسفيرسس ابدومينس قال لي في الابر زون اتس ابسنت. طب في الميدل زون ماشي ورا ماشي ورا مع المسيولار بتاعت الانترنال. طب في اللور زون الترانسفيرسس مشيت قدام مع الانترنال. في اللور زون مشيت قدام مع مين؟ مع الانترنال. فاهم الكلام ده اهو؟ معايا الترانسفيرسس في كل واحده تمام؟ وطبعا الاركوت لاين ده قلنا ايه الاركوت لاين؟ خط وهمي، هيقولوا لي خط مش خط وهمي، اسف خط ميدوي ما بين ميدوي لاين ميدوين الامبريكس والسيمتس بيوس. وفي ارت بيعدي من قدام مين؟ الارت بيعدي من قدام الفيرو بيجاستريك ارت تمام؟ طيب الصفحه اللي بعدها بيقول لي بقى الوول بتاع الفيرو تشوز الوول الحيطان في الابر زون مين اللي عامل الوول؟ الانتيرو وول السنه الاوبري. طب البوستير وول مفيش ابونوروسس. امال في نرجع على الرسمه دي كده هنا في ابونوروس هنا السنه الاوبري اللي عاملها في الحته دي. طب في البوستير وول في اللي احنا فوق هنا قال لي مفيش ديفيشن مفيش ابونوروسس. امال في مين؟ قال لي في خمسه وسته وسبعه بوستر معايا ده فوق الكوستال ايه؟ مارج تمام؟ قال لي ده في الابر زون لو انت معاك الكتاب اقرا معايا. طب في الميدل زون من الكوستال مارجن لغايه الميد وي ليفل قال لي مين اللي عامل الانتيرو وول؟ اقول له الاسترنال اوبليك وانتيرو ليفل بتاعت الاندر. طب مين اللي عامل البوستيرو وول بتاع الريكتر شيز؟ البوستيرو ليفل بتاعت الانترنال والترانسفيرس. بوستيرو ليفل بتاعت الانترنال وايه؟ والترانسفيرس. طيب اللور زون اللور زون مين اللي عامل الانتيرو وول؟ قال الانتيرول اكسترنال وانترنال وترانسفيرسس. ها طب البوستيرول مفيش لا انترنال اكسترنال ما في ايه؟ فاشيا ديفيشا بارت مفيش ابودروسس اهو. يعني الحته اللي فيها اهو انا بص كده 5 6 7 بوستر كارتج هنا في ابودروس ده بين الزون اللور زون اهو. الريكتس اهي الريكتس قدامها ابودروس مين وراها مفيش ابودروس مفيش خط ازرق. امال ايه؟ في خط اسمر. الخط الاسمر ده ايه؟ احنا بنقول الصوت فاشيا ترانسفيرسس. قال لي في اللور زون عباره عن مين؟ فاشيا ترانسفيرسس. البوستيرو مفيش ابودروسس دي فاشيا. ها في مين؟ في فاشيا ايه؟ ترانسفيرسس. مين بقى جوه الريكتس شيس؟ مين جواه كونتنت بقى؟ قال لي في اثنين مصر. مين هم الاثنين مصر؟ ريكتس ابدومينس وعضله صغيره بس بالانس. ها طيب في اثنين ارتري ماشيين ورا الريكتس. ها نوع من ارتري سوبيرو بيجاستريك وانفيرو بيجاستريك. طب في اثنين فين؟ نوع النهارده برضه سوبيرو ماشيين مع بعض سوبيرو بيجاستريك وانفيرو بيجاستريك مين؟ طب في سته نيرف ها في سته نيرف بيخشوا في الريكتر شيس من هما اللور فايف انتركوستال والسبكوست يعني اللور 6 وراس خلي بالك ايه هو الريكتر بيجاستريك ما بيخشوش الريكتر شيس. لان الريكتر شيس ده جه ازاي لازم افهم الريكتر شيس مش ثلاثه زون. الريكتر شيس ده مهم الريكتر شيس ده مهم جدا جدا للهول بتاع الشيس. شوف بقى